ناس نامت هان تحت السيارات اللي تبع للفايز ريها والكبار، وفيها ناس اللي عنده سياره كمان حط فرشته بسيارته، وفي ناس هان قدام المخيم هان قدام حد الامام عند الخيمه هاي، لانه في ضو هنيك والعالم كل الاولاد بردت بالليل، العالم كليات اليوم كلها راحت على المستوصفات تدور المستوصفات، لانه معدتها صارت توجع. الي اواعي كثير على العيد، بعد العيد ما صلوا 10 ايام مارق، اشترينا واعي جديد ما لبسناها، لبسناها اول نهار وكان ممنوع التجول، ما طلعنا من البيت، والله ولعوا كلهم، قلت بيطلعوا لي سبدرين هذا اواعي الشغل من امبارح نايم فيهم، ما تحممت. كنت انحرقوا هنيك، انحرقوا هنيك كل اغراضي وهدومي كلهم هنيك انحرقوا، يعني نص انحرق نص لا. اي صف انت؟ صف ثاني. انا احترقت براكيتي، الغسالة، التلفزيون، البراد، ما ظل عندنا شيء اواعي، حتى البطاقات الشخصيه والغسامي السوريه والهويه السوريه احترقت. خي له عده بلاط راحت حق $1000 راحت كلها، الله بيعوض. شريط كهرباء ضعيف شوي بالمطبخ والدنيا شوب، ويجوا مشغلين غاز كمان على اثر الشوب وعلى اثر الغاز، زلط الشريط ولع الخيمة، ولعت الخيمة بسبب الكهرباء، غير الكهرباء ما في. والله سبع يعني بين خيم 47 خيمة وتضرروا ميكن، يعني راح في حوالي 460 شخص. احترقت أول خيمة ما عاد فينا نطفي، النار كانت كثير قوية، يعني الدفاع المدني طولوا شوي لحتى يجوا، هن اجوا يعني الله يعطيهم العافية بس طولوا يعني شوي، ما عرفت كيف. كيف طفيتوا ورجعتوا للمخيم وطفى الحرارة؟ هو طفى الحرارة، ما ضل شيء احترق لطفى. ما طفي، خلص لحاله. خلص لحاله. لحتى خلص الخشب والنايلون طفى. ما هن جيت وقتها لب المخيم وخلص، جيت لقيت اهلي برا مكومين وحطيته عند ناس قرايبنا يعني وهيك. طيب هلا هول البطانيات والفرش كيف جبتوهم؟ مين جايبهم؟ من مخيمات، من غير مخيمات. يعني في مخيمات سمعت انه هذا المخيم لا بحد الامم، اجوا يساعدوا يعني، كل واحد عنده مثلا اربعه هن ثلاث اشخاص بيبعثوا لك كل يعني خيمه بيبعثوا لك بطانيه او سداجه او اسفنجه او شيء بتمشي حالك يعني. لا في جمعيات عم تجي. جمعيات فيها عم تجي عم تشتغل هون. ووعدونا ان شاء الله بهاليومين يجيبونا الخشب، يجيبونا يضبطونا الخيم، يضبطونا المخيم، يعني امورهم عم يشتغلوا الجماعه، بس انه قلت بهالسرعه خفيف شوي. في مراكز ايواء صارت او لا؟ ما في مكان ايواءنا هون بالارض البلديه. يا اخي البلديه اجت لعندنا الصبح الساعه 9 قالت لنا ممنوع تدقوا الا تجيبوا امر من المحافظه، تجيبوا امر من البلديه من رئيس البلديه ومن المحافظه وتروحوا تدقوا، وهلا وقفونا كرمال هالشيء هذا لبكره الساعه 10 11 لينهون الموضوع، على كيف على راي ايش نبني، على اي طريقه نبني فيها. مليح انه طلعوا ما شمينا ريحه اللحم، لحم البني ادمين بعد ما شمينا.